تمام، السلام عليكم. ان شاء الله نكمل النهارده مع بعض موضوع الفلات سلاب. هناخد مثال ان شاء الله نطبق على الكلام اللي احنا خدناه المره اللي فاتت. فعندنا المثال بيقول بقى زي جيفن بلان شوز لي اوت فلات سلاب فلورز اكولم هايت 3.5، مديك ارتفاع العمود 3.5 متر، مديك الاف سي يو 25 نيوتن على المليمتر المربع، الفيلد 360 نيوتن على المليمتر المربع، الفلور كفر 1.5 كيلو نيوتن على المتر المربع، اللايف لود 2.5 كيلو نيوتن على المتر المربع، الوولز 4 كيلو نيوتن على المتر المربع. بعد كده مطلوب منك تشيك بانشنج ات سي 1 سي 2 سي 3، ادي سي 1 عمود في النص، سي 2 عمود ايدج، سي 3 عمود كورنر، وديزاين ذا سلاب. مديك البلان قدامك اهوت، عندك 3 باكيات في الاتجاه ده و3 باكيات في الاتجاه ده. الاتجاه ده الابعاد 7 7 7 والاتجاه الرأسي 6 6 6. نبدأ اول خطوة معانا النهارده وهي الكونكريت دايمنشن. الكونكريت دايمنشن قلنا اول حاجة بنجيبها الكولمز، هو ما ادانيش ابعاد الكولمز يبقى اروح اجيب انا ابعاد الكولمز. البي مينيموم كانت القيمة الأكبر، الماكسيموم اوف 30 سنتي، أو ارتفاع الدور ارتفاع العمود على 15، أو أكبر طول باكي عندي على 20. حسبنا 30 سنتي دي 350 على 15، 23.3 سنتي، 700 على 20 35 سنتي، يبقى أقل بعد العمود عندي يبقى 35 سنتي، فناخد العمود بتاعي كام؟ 40 في 40 سنتي. تمام. بالنسبة للسلاب، أنا عندي السلاب عندي وزود دروب، أنا البلاطة عادية، الباكيات مش كبيرة، البحور مش كبيرة، الأحمال اللي عندي ما هياش كبيرة، وبالتالي إيه مش مستاهل إن أنا أستخدم دروبان، وهو ما قاليش أستخدم دروبان، فأنا إيه وزود دروبان. نمسك إكسترنال بانل، باكية خارجية دي أبعادها كام؟ 7 في 6، يبقى 700 على 32، هيطلع 21 على 8.75 سنتي. بعد كده نمسك باكية داخلية، باكية داخلية هنا أبعادها 7 في 6 برضه، يبقى 700 على 36، يديك 19.4 سنتي. يبقى ده الكبير، يبقى اخد التي بتاعتي هقربها تبقى 22 سنتي، يبقى التي اس بتاعتي 22 سنتي. ادي اول حاجة الكونكريت ايه دايمنشن. بعد كده اللود اون سلاب، الحمل بقى على البلاطة للمتر المسطح، ده بيقص التر، هتساوي ايه؟ 1.4 في الديد لود زائد 1.6 في اللايف لود. فاحنا عندنا ادي الواحد الديد لود عبارة عن التي اس في الجاما سي زائد الفور كفر زائد الول، عوض بقى التي اس انا جايبه 22 سنتي، يبقى 22 من 100 في الجاما سي 25 شغال بالكيلو نيوتن، زائد الفور كفر 1.5 زائد الول ب4، بعد كده زائد 1.6 في اللايف لود اللي هو ب2.5، طلع 19.4 كيلو نيوتن على المتر المربع. ده ايه؟ ده بيقص التر. الخطوة التالتة معانا وهي التشيك بانشنج. يعني هو اول مطلوب في المساله كان طالب تشيك بانشنج، وعشان اعمل تشيك بانشنج كان لازم انا اجيب الكلام ده، اجيب الكونكريت دايمنشن واجيب ده بيس سالت. ابدا اول عمود عندنا وهو سي 1 عمود وسطي، وسي 1 هو نفسه ده هو نفسه ده هو نفسه ده، فاللي هيجري على ده هيبقى على ده هيبقى على ده هيبقى على ده. هنبدا مع السي 1. العمود سي 1 ده شايل قد ايه؟ هنصف الباكي من الناحيه دي بشيل 3.5، نصف الباكي بشيل 3.5، يبقى شايل في الاتجاه ده كده 7. بعد كده نصف من فوق من هنا يبقى 3، نصف من تحت يبقى 3، يبقى شايل في الاتجاه الرأسي 6، يبقى شايل مساحة أبعادها 7 في 6. تمام. أدي العمود بتاعي شايل مساحة أبعادها 7 في 6. قلنا الكريتيكال سيكشن بتاعي على بعد دي على 2 من وش العمود. أنا هفترض الأبعاد بتاعة العمود بتاعي هي A و B، يبقى إذا البعد ده هيبقى A زائد D، والبعد ده هيبقى B زائد D. الدي بتاعت الكام بقى؟ احنا قلنا تي اس 22، يبقى الدي تي اس ناقص الكفر، هاخد الكفر 3 سنتي، يبقى 22 من 100 ناقص 3 من 100، دي 19 من 100 متر. بعد كده اجيب الكيو اكشوال بقى بتساوي ده بيقص التيمت فيه المساحة اللي العمود شايلها ناقص المساحة بتاع الكريتيكال سيكشن دي، اخصمها يبقى ال 1 في ال 2 ناقص اي زائد دي في بي زائد دي، يبقى 19.4 في 7 في 6 ناقص 59 من 100 في 59 من 100. 59 من 100 دي اللي هي A زائد D، اللي هي 4 زائد 19 من 100. تمام. طلع الرقم 808 و500 كيلو نيوتن. بعد كده الاريا اللي هي المساحة اللي بتقاوم البانش، اللي عبارة عن المحيط في الارتفاع، البي نود في الدي، البي نود اللي هو محيط المربع او المستطيل اللي عندي ده، يبقى 2 في 59 من 100 زائد 2 في 59 من 100 في الدي بتاعتي ب19 من 100. الكلام ده هيطلع بالمتر المربع، المساحة هتطلع بالمتر المربع، أنا عايز أحولها للملي متر المربع فأضرب في 1000 في 1000، طلعت المساحة بالملي متر المربع. الكيو أكشوال بقى كستريس هتساوي الفورس على الأريا في البيت، الفورس كانت 808 و5 من 100، أحولها للنيوتن ضربت في 1000،
البيتا 1.15 اللي منه عمود انتيريور عمود داخلي على الاريا اللي انا حاسبها بالمليمتر مربع، طلع 2.7 نيوتن على المليمتر مربع. ده الاكشوال، ده الاستريس الاكشوال. او هجيب القلاب، طبعا عندنا القلاب الاربع قيم اللي احنا قلنا عليهم، وزي ما عرفنا غالبا بيطلع ان الكيو اللاب اللي هي القيمه ديت على مدى 3.6 جذر الاف سي يو على جاما سي، دي القيمه المينيموم بتاعتي اللي بتطلع مينيموم غالبا. يعني لو حسبت الاربع قيم هتلاقي القيمه دي هي المينيموم، فحسبناها على طول، طلع 1.29 نيوتن على المليمتر مربع. الاكشوال 2 والقلاب 1.29، بمعنى ذلك العمود انسيف، الكيو اكشوال اكبر من الكيو اللاب يبقى انسيف. قدامك كذا حل بقى، قدامك انك تزود ابعاد العمود، تزود سمك البلاطه، تحط دروب بانل، تعمل كولم هيد، كل الحلول دي متاحة قدام. تستخدم ستيربس بس لازم تزود سمك الوتر توصل 25 سنتي زي ما قلنا قبل كده، فكل الحلول دي متاحة. انت ممكن تزود ابعاد العمود يعني، وتقول مثلا استخدم 70 في 70 سم، 80 في 80 سم. طبعا هو حل مش اقتصادي ومش منطقي يعني. ممكن استخدم دروب بانل عادي، ممكن ازود سمك البلاطة في الحتة دي فقط واشيك عليها. تمام، فاحنا هنا هنستخدم الحل اللي احنا قلنا عليه لسه نازل في الكود بقى الاصدار الجديد، بحيث ان احنا ايه نتعود عليه. هو حل موفر اقتصاديا يعني. يبقى اول حاجه لازم نرفع سمك البلاطه، وكان 22 سنتي لازم نرفعه ل 25 سنتي، ده الشرط بتاعي عشان اعرف استخدم الايه الستيربس. فانا خليت سمك البلاطه 25 سنتي وابدا استخدم ستيربس، واعمل تشيك تاني مره تانية. في الحاله دي هعمل تشيك على قطعين، كريتيكال سيكشن على قطعين، قطاع على بعد دي على 2 من وش العمود، والقطاع التاني على بعد دي على 2 من اخر كان احطها. تمام تمام نبدا نعيد الشغل اللي احنا عملناه تاني، نجيب الكيو اكشوال تاني. انا كنت جبت الكيو اكشوال هنا على اعتبار ان السقف بتاعي السمك بتاعه 22 سنتي، تعال نجيب بقى الكيو اكشوال على اعتبار ان السمك 25 سنتي. بمعنى ذلك ان دبليو اس التيمت هتتغير، لان التي اس اتغيرت، فحسبت الدبليو اس التيمت الجديده بناء على التي اس الجديده طلعت 20.45 كيلو نيوتن على المتر المربع. بعد كده رحت جبت الكيو اكشوال بناء على الدبليو اس التيمت الجديده، بس خلي بالي بقى هنا الحته دي اذا الدي اتغيرت لان التي اس اتغيرت، فاصبحت الدي بتاعتي عباره عن 25 ناقص 3 سنتي اللي هي 22%. يبقى 22% زائد 4 اديتك 62%. جبت الكيو اكشوال وضربت في 1000 هنا مباشره، حولتها لنيوتن. ادي الاريا اللي هتقاوم عباره عن المحيط 4 في طول ضلع لان هو مربع، في الدي في 1000 تربيع عشان احولها للمليمتر مربع. اقسم الكيو على الاريا في البيتا يديك الكيو اكشوال. طلعت الكيو اكشوال الجديده بناء على السمك الجديد اللي هو 25 سنتي 1.79 نيوتن على المليمتر الايه المربع. تمام، ادي الكيو اكشوال. عايز احسب بقى الكيو اللابل على بعد دي على 2 من وش العمود اللي هيشارك فيها الخرسانه وهيشارك فيها الكنات، اللي احنا هنستخدم كنات دلوقتي. يبقى الكيو اللابل هتساوي بقى الكيو بتاعت الخرسانه زائد الكيو بتاع الاس تي. كيو الخرسانه قلنا 12% جاز الاف سي على جاما سي زائد الكيو اس تي بتاعت الكنات ان اي اس في الاف فيلد على جاما اس على بي نوت في الاس. تمام، يبقى 12% جاز الاف سي ب 25 والجاما سي ب 1.5. هفرض بقى الان هاخدها ب8 لان عندي 4 اتجاهات وكل اتجاه الكنه فيها فرعين، يبقى 4 × 2 = 8 زي ما قلنا المره اللي فاتت. هستخدم فاي 12 يبقى الاي اس 113 ملم مربع، والاس بتاعتك طبعا اكبر اس قلنا هي هتبقى دي على 2، والدي بتاعت 22% على 2 يعني 11% اللي هي 110 ملي. طبعا انا لو لما جربت واستخدمت 100 ملي هنا لقيتها مش مسيفه، لقيت الرقم ده اقل من الاكشوال، ما زال اقل من الاكشوال، فانا تنيت اقلل في الاس بحيث ان انا اطلع اس تتوافق ان هي تطلع لي الرقم ده يبقى اكبر من اللابل اكبر من الاكشوال، وفي نفس الوقت ما يعديش الرقم ده. تمام، فانا عملت ايه، خدت الرقم ده طرحته ناقص ده يديني القيمه دي كلها قد ايه، وكانت الاس هنا مجهول، طلعت الاس لقيتها 85 ملي هنا بالطريقه دي، جبتها بالراجع يعني. فاخدنا الاس 85 ملي، عوض طلع الرقم ده 1.832 نيوتن على المليمتر المربع، وفي نفس الوقت اقل من 45% جاز الاف سي على جاما سي، فاصبحت ان الكيو اللابل اهي اكبر من الكيو اكشوال. ادي الكيو اللابل وادي الكيو اكشوال، دي اكبر من دي، بمعنى ذلك ان القطاع ده سيف. يبقى القطاع ده سيف ان انا استخدم كنات فاي 12 بفرعين، الاس ما بين كل كنه والتانيه 85 ملي يعني 8.5 سنتي. تمام تمام، طب هرص الكنات لمسافه قد ايه؟ المسافه اللي
هنص الكلام بقى المسافة قد ايه. احنا عندنا القانون اكس لازم أن تكون اقل من او تساوي الاتنين على اربعة، واكبر من او تساوي الواحد على ستة. هاخد الرص اتجاه الرص بتاعي متساوي في الاربع اتجاهات، مسافة الرص تبقى متساوية في الاربع اتجاهات. فلقيت ان الاكس بتاعتي لازم أن تبقى اكبر من او تساوي 116.7 سنتي، واقل من او تساوي 150 سنتي. طبعا الواحد اللي هو سبعة والاتنين اللي هو ستة، فانا اخترت الاكس بتاعتي 130 سنتي. الاكس دي مقاسة من سنتر العمود، يبقى انت اخر كان هتبعد عن سنتر العمود 130 سنتي. تمام. طب من وش العمود قد ايه؟ اخصم بقى من سنتر العمود لحد وش العمود 20 سنتي. من 130 سنتي يبقى 110 سنتي، يبقى هرص الكانات من وش العمود لمسافة 1 متر و10 سنتي في الاربع اتجاهات. تمام. القطاع الحرج التاني بقى كريتيكال سيكشن التاني هيبقى على بعد دي على 2 من اخر كان، هرصه الدي بتاعتي 22 من 100 على 2 11 من 100. انا عندي المسافة دي 1 متر و10، الكانة اخر كانة تبعد عن وش العمود 1 متر و10 سنتي، زود عليها 11 سنتي يبقى 121 سنتي. يبقى الكريتيكال سيكشن على بعد 121 سنتي من وش العمود. يبقى انا عرفت مكان الكريتيكال سيكشن. اجي بقى بعده بقى البعد ده اللي هو بعد العمود، الحتة دي الحتة المايلة دي انا معايا الاضلاع الرأسية اللي هي عبارة عن 121 سنتي في الاتجاه ده، 121 سنتي انفصاص، جبت الايه الماي. بقى معايا ابعاد الايه كريتيكال سيكشن كلها، اجيب محيطه واجيب مساحته. ادي مساحة الكريتيكال سيكشن عبارة عن مساحة 4 مثلثات، مساحة 4 مستطيلات، مساحة الايه المربع اللي هو بتاع العمود اللي جوه ده. ادي مساحة 4 مثلثات، 4 في مساحة 4 مساحة مثلث زائد 4 في مساحة مستطيل اللي هو 120 في 40 زائد 40 في 40 اللي هي ايه مستطيل اللي جوه. طبعا الكلام ده كله بالسنتيمتر المربع اضرب في 100 حولته للمليمتر المربع. بعد كده هات المحيط، المحيط مجموع اطوال الاضلاع الخارجية دي كلها. جمع بقى عندك 4 اضلاع مايلة زائد 4 اضلاع افقية، ادي 4 اضلاع مايلة زائد 4 افقيين، وضربت في 10 عشان احوله للملي طلع بالكلام. اروح اجيب بقى الايه الكيو اكشوال واقارنها برضك بالايه بالكيو اللو. عشان اجيب الكيو اكشوال محتاج الفورس. كيو اكشوال هتساوي الدبليو اس التيمت فيه المساحه اللي شايلها العمود ناقص مساحه الكريتيكال سيكشن بتاعك العادي، الطريقه العاديه اللي بنشتغل بيها. ادي الدبليو اس التيمت الجديده اهي اللي احنا حسبناها على تي اس ب 25 في 7 في 6 المساحه اللي شايلها العمود ناقص المساحه بتاع الكريتيكال سيكشن. المساحه بتاع الكريتيكال سيكشن بالمتر، طبعا ادي المساحه بالمليمتر المربع، حولها لمتر مربع طلعت بالرقم ده. كيو اكشوال كده بالكيلو نيوتن اضرب في 1000 بقى بالنيوتن. تمام ماشي. بعد كده الكيو اكشوال هتساوي ايه؟ كيو اكشوال كفورس في البيتا على الاريا، وانا حاسبها قبل كده. خلي بالك الاريا دي مش هي دي، لا الاريا دي الاريا اللي عندك دي مساحه الكريتيكال سيكشن، مساحه كمسطح. انا المساحه اللي عندي اللي بتحط في القانون هنا المساحه المقاومه. المساحه المقاومه عباره عن محيط في الدي، المحيط بتاعي اهو البينود انا جايبه اهو في الدي اهي 220 مللي، يبقى رقم اللي هو البي نود في الدي ده المساحه بتاعتي. قسمت الكيو اكشوال على الاريا في البيتا طلع الرقم ده، ده الكيو اكشوال اهو كستريس نيوتن على المتر مربع. اقارنه بمين بقى؟ اقارنه بالكيو الابل اللي هي بتاع الخرسانه فقط، اللي هي بتقوم اللي احنا كنا بنحسبها من الاربع قيم، واحنا كنا حاسبينها قبل كده اللي هي المينيموم كانت طالعه كيو الابل 29 نيوتن على المتر مربع. يبقى معنى ذلك ان الكيو اكشوال اقل من الكيو الابل، يبقى القطاع ده ايه سيف. يبقى مسافه رص الكانات اللي احنا طلعناها دي تمام كويس، خليت لك القطاع اللي هاخده هنا سيف. يبقى اصبح عندك قطاعين، القطاع اللي على بعد دي على 2 من وش العمود خرسانه وكانات مسيفين على الشروط اللي انا خدتها، والقطاع اللي على بعد دي على 2 من اخر كان انا حطيتها سيف برضك. تمام. يبقى اذا الاربع اعمدة اللي في النص هرص هستخدم معاهم كانات بالاشتراط اللي احنا قلنا ايه عليها. تمام. تعال بقى نشوف سي 2، العمود سي 2 اللي هو العمود الايدج اللي هو العمود ده سي 2. طبعا البلان متماثل، فهتلاقي العمود ده شكل ده شكل ده شكل ده شكل ده وده وده وده، دول كلهم شكل بعض، فاللي هيسرع على واحد هيسرع على الكل. تعالى بقى ادي العمود سي 2، العمود سي 2 شايل قد ايه؟ اتنصف المسافة من فوق 3 ومن تحت 3، يبقى شايل في الاتجاه ده 6، وبعد كده شايل في الجنب ده 3.5، الناحية دي مفيش حاجة ده فراغ، يبقى شايل مساحة 6 في 3.5.
تمام. طبعا السقف كله بقى سمكه 25 سنتي، خلاص انا مزوده عشان المخطوطه شايفه على سي واحد، فاصبحت الكيو اكشوال بقى بتساوي ايه؟ دبليو اس التيمت في المساحه اللي شايلها العمود ناقص مساحه الكريتيكال سكشن بتاعك، يبقى دي 6 × 3.5 ناقص مساحه الكريتيكال سكشن قد ايه؟ قلنا على بعد دي على 2 من ناحيه دي ودي على 2 من ناحيه دي، يبقى ايه زائد دي؟ يبقى دي 62 من 100. طب وهنا دي على 2 فقط مفيش الناحيه دي حاجه، يبقى بي زائد دي على 2 بس يبقى 51 من 100، يبقى دي مساحه الكريتيكال سكشن. ضربت في 1000 حولت للنيوتن. الاريا اللي هي عباره عن البي نود المحيط في الدي، المحيط بتاعك هيبقى عباره عن ايه؟ الثلاث اضلاع دول بس. طب الضلع ده فراغ ما بيحتكش بحاجه، ما بيقاومش حاجه هنا، اللي بيقاوم عندي الضلع ده وده وده، يبقى المحيط مجموع الثلاث اضلاع دول اهم، يبقى 51 من 100 في 2 اللي هي 510 مللي في 2 زائد 620 مللي، ادي البي نود. في الدي اللي هي 220 مللي، جبت الاريا المقاومه عندي. اقسم بقى الكيو اكشوال على الاريا في البيتا، خلي بالي البيتا 1.3، العمود عندي ايدج. طلعت الكيو اكشوال 1.52 من 100 نيوتن على المليمتر مربع، اكبر من الكيو اللابل. الكيو اللابل كانت 1.29 من 100 نيوتن على المليمتر مربع، خلاص انا بس يبقى في الحاله دي العمود انسيف، يبقى هروح استخدم الستيف ابس برضك نفس الطريقه، يوز ستيف ابس بنفس الطريقه اللي احنا قلنا عليها. الان هيبقى ب 8، الاس 113، الاس 85 مللي، والاكس 130 سنتي مقاسه من سنتر العمود، وتروح تعمل تشيك على بعد دي على 2 من وش العمود، وتشيك الكريتيكال سكشن التاني على بعد دي على 2 من اخر كان هتوصل بنفس الطريقه اللي احنا عملناها في الايه في العمود اللي فات، لمسه هي فمعنى. يبقى اصبحت كل الاعمده الايدج اللي عندك هيتحط لها برضك ايه؟ ستيربس. طب فور سي 3 بقى، العمود الكورنر، العمود الكورنر شايل مساحة 3 × 3.5، يبقى الكيو اكشوال هتساوي ايه؟ دبليو اس التيمت في الواحد في الاتنين اللي هي الواحد على اتنين في الاتنين على اتنين اللي هي 3 × 3.5 ناقص مساحة كريتيكال سكشن بتاعك اللي هي 51 من 100 × 51 من 100، لان ايه زائد دي على 2 وبي زائد دي على 2، تمام؟ طيب ادي الكيو اكشوال. طب الاريا بي نود في الدي، طب البي نود اللي هو المحيط هو الضلعين دول بس، لان هما دول اللي بيقاوموا معايا. ادي البي نود في الدي حولتها المليمتر مربع، جبت الاريا. اقسم بقى الكيو اكشوال على الاريا، بس هضرب في البيتا، البيتا هنا 1.5 لان عمود كورنر. طلع ان الكيو اكشوال 1.4 نيوتن على المليمتر مربع، برضو اكبر من الكيو اللاب اللي هي 1.29 نيوتن على المليمتر مربع، يعني انسيف. يبقى في الحاله دي هستخدم برضك ستيربس، تمام، بنفس الايه الاشتراطات اللي احنا قلنا عليها، وتعمل تشيك على بعد دي على 2 من وش العمود، وتشيك على الستربس خرسانه مع بعض، وعلى بعد دي على 2 من اخر كنه رصاه على الخرسانه بس الايه لوحده، وهتلاقيها مسيفه. فاحنا حلينا المثال ده باستخدام الايه الستيربس، السقف كله هستخدم فيه ستيربس مع الايه مع الاعمده كلها. ممكن انت تحله بقى بطريقه ثانيه، ان ممكن تحط دروب بانل. طب لو هستخدم دروب بانل الوضع هيبقى شكله عامل ازاي؟ طبعا في الحاله دي بقوم خرسانه بس، يعني الكيو الاول اللي هي من الاربع قيه، تمام، واشيك كده واشوف الكيو اكشوال واقارنها بالكيو الاول في حاله لو هستخدم دروب بانل، واشوف الدنيا هتطلع عامله ازاي، تمام. تمام، بعد ما اعمل التشيك على البانشنج انا عايز اصمم بقى. عشان اصمم يبقى محتاج اجيب المومنتات على السقف بتاعي. الخطوه اللي كانت بعد كده ان انا كنت بجيب الام نوت، جيت ام نوت، الام نوت كنت باخد شريحه في اتجاه، ادي اتجاه الشورت دايركشن ده كانت 6 و6، يبقى ده اتجاه الشورت دايركشن، واخد شريحه في اتجاه اللونج دايركشن اللي هي كانت الايه 7 7 7. كل شريحه بقسمها لشريحتين، كولم ستريب وفيلد ستريب، كولم ستريب وفيلد ستريب. عشان اجيب الام نوت طبعا اللي انا كنت بوزعها كولم ستريب وفيلد ستريب، نمسك اول حاجه فور لونج دايركشن، اتجاه اللونج دايركشن ده الاتجاه اللونج دايركشن، تمام. الباكيه بتاعت الزبان بتاعها 7، يبقى ده بيقص التيمت في الاتنين اللي هو الاتجاه العمودي اللي هو كان 6، ده الاتجاه العمودي، في ال1 ناقص تلتين الدي تربيع على 8 دي اللي هو بعد العمود في اتجاه اللونج دايركشن، يبقى دي دبليو اس التيمت في الاتنين اللي هي ب6 في ال1 ب7 ناقص تلتين في 4 تربيع على 8. طلعنا الام نود 695.1 كيلو نيوتن متر. طب فور شورت دايركشن بقى، فور شورت دايركشن اللي هو اتجاه ده، اتجاه الزبان بتاعك كان ب6، يبقى الام نود دبليو اس التيمت في الزبان العمودي في 6 ناقص 2 × 4 تربيع على 8، طلعت الام نوت 587.91 كيلو نيوتن متر. طبعا لو الزبانات مختلفة باخد اعلى زبانات هنا وهنا. جبت الام نوت، المفروض بقى ان الام نوت
في اللونج دايركشن، المين نود في الشورت دايركشن، الاثنين دول بيتوزعوا على الكولم ستريب والفيلد ستريب. لازم انا اجيب اعرض بقى الكولم ستريب والفيلد ستريب الاول في كل اتجاه. انا عندي في اتجاه اللونج دايركشن اللي هو في اتجاه السبعة اللي هي ادي الكولم ستريب وادي الفيلد ستريب. طبعا الكولم ستريب قلنا هتبقى الاتنين على اتنين، الاتنين متساوي ستة وستة وستة، يبقى الاتنين على اتنين يبقى 3 متر. طب الفيلد ستريب هتساوي 3 لان من الناحية دي ادي متر ونص، متر ونص يبقى 3 من الستة يفضل لك 3. يبقى اذا الكولم ستريب عرضها 3 متر والفيلد ستريب عرضها 3 متر. طب في الاتجاه التاني عند الكولم ستريب وفيلد ستريب، كولم ستريب نفس عرض الكولم ستريب في الاتجاه ده يبقى ب3 برضه. طب الفيلد ستريب عرضها قد ايه؟ ادي متر ونص، ومتر ونص يبقى 3، فاضل قد ايه من السبعة؟ 4. يبقى الفيلد ستريب عرضها 4 متر. يبقى الاتجاه ده الكولم ستريب عرضها بيساوي عرض الفيلد ستريب، الاتجاه التاني ده الكولم ستريب عرضها لا يساوي عرض الفيلد ستريب. تمام. بعد كده تعالى نوزع بقى ديستريبيوشن ام نود. عايزين نوزع المومنتات على الكولم ستريب والفيلد ستريب. نبدأ مع الاتجاه اللي الكولم ستريب كانت بتساوي فيه الفيلد ستريب اللي هو الاتجاه ده. لو كان عندي الاتجاه لونج دايركشن يبقى انا هوزع المومنت اللي هو 695.1 على الكولم ستريب والفيلد ستريب. فور لونج دايركشن، اول حاجه الكولم ستريب هي الشريحه بتاعتي. احنا كنا واخدين قبل كده المره اللي خدناها قبل كده النسب بتاع المومنتات دي، فكان عندي وزوت مارجنال بيم. المساله بتاعتي استخدمتها حلتها على انها وزوت مارجنال بيم. هو ما كانش مديني اصلا في راس المساله في الرسمه بتاع المساله من فوق اهي، ما كانش في مارجنال بيم هنا، ما فيش قمره خارجيه من هنا، فبالتالي هستخدم النسب بتاعت ان ما فيش مارجنال بيم دي. يبقى اضرب النسبه اللي كانت هنا في الام نود يديني الرقم ده، اضرب النسبه اللي كانت هنا في الام نود يديني الرقم ده، النسبه اللي هنا في الام نود يديني الرقم ده، النسبه اللي هنا في الام نود يديني الرقم ده. هو المفروض في النسبة اللي هنا كانت مختلفة عن النسبة اللي هنا، والنسبة اللي هنا زي دي وعمالة تتكرر، بس دلوقتي أنا عندي 3 باكيات بس. يبقى معنى ذلك إن اللي هنا شكل اللي هنا واللي هنا شكل اللي هنا، يبقى خلاص يبقى أنا حسبت دي يبقى هي دي شكلها، وأنا كنت حاسب دي يبقى دي شكلها، لأن دي طرفية ودي طرفية، وبرضك دي شكل ده لأن ده طرفي وده طرفي. تمام. لكن لو كانت مكملة كمان باكيات كان بنفس النسب اللي كانت عندنا، وأكمل بقى معاها لحد آخر باكية هلاقيها زي أول باكية. طب بالنسبه للفيلد ستريب برضك النسب بتاع الفيلد ستريب بضربها واطلع دي ودي ودي ودي، بعد كده هلاقي دي هتبقى شكل دي لان دي اخر باكيه عندي، يبقى دي شكل دي، دي شكل اول واحده اهي، ودي شكل اول واحده اهي، ودي شكل اول واحده. تمام. يبقى انا وزعت المومنت بتاعي على الكولم ستريب والفيلد ستريب بالنسب اللي احنا قلنا عليها المره اللي فاتت. ده بالنسبه للاتجاه اللي كانت بتساوي فيه الكولم ستريب عرضها بيساوي عرض الفيلد ستريب. طب الاتجاه التاني كان الكولم ستريب لا يساوي عرض الفيلد ستريب. في الحاله دي لازم انا اجيب الموديفيكيشن فاكتور. قلنا الموديفيكيشن فاكتور هيساوي عرض الفيلد ستريب الحقيقيه على نص عرض الشريحه بتاعتي. ادي الاتجاه اهو، عرض الفيلد ستريب الحقيقيه 4 متر على نص عرض الشريحه. انا عندي الاسبان بتاعي كله كان 7 متر، نصه يبقى 3.5، يبقى 4 على 3.5. ادي الموديفيكيشن فاكتور بتاعي اهو. هحسب عادي خالص توزيع المومنت على الكولم ستريب والفيلد ستريب قبل التعديل، عادي خالص بالنسب بتاعتي. ده المومنت في الاتجاه التاني 587.91، وزعه عادي خالص بالنسب بتاعتك، عادي خالص كأن مفيش أي حاجة. يبقى اضرب الرقم اللي هنا الكولم ستريب وزود مارجنال بيم في الام نود، ادينا الرقم ده وهكذا، ويبقى ده آخر باكية، يبقى هتساوي زي أول باكية، ده شكل ده وده شكل ده وده شكل ده. والفيلد ستريب نفس الكلام. طبعا دي مش القيم الحقيقية بتاعتي، لازم انا هعدل القيم دي. هعدي هعدي الفيلد ستريب اول حاجه، ان انا هضرب كل المومنتات بتاع الفيلد ستريب في الموديفيكيشن فاكتور بتاعي. يبقى انا ضربت القيم دي كلها في الموديفيكيشن فاكتور، يديني الفيلد ستريب بعد التعديل اهي. تمام. يبقى ضربت الرقم ده في الموديفيكيشن فاكتور يديني الرقم ده، وهكذا كل رقم من دول ضربته اداني الارقام الجديده. طب عايز اطلع بقى الكولم ستريب بعد التعديل. احنا قلنا مجموع اي مومنتين هنا قبل التعديل يساوي مجموع المومنتين دول بعد التعديل، يبقى ده زائد ده ناقص ده يديك الرابع ده، وده زائد ده ناقص ده يديك الرابع ده، واللي فوق وده زائد ده ناقص ده يديك الرابع اللي هنا، وهكذا. يبقى قدرت اجيب الكولم ستريب بعد التعديل. يبقى هما دول الاتنين اللي انا هتعامل معاهم، دول ايه المومنتات دي، المومنتات الصحيحه بتاعتي اللي هتعامل معاها. بعد كده ابدا اخد سكاشن بقى عشان اصمم السكاشن بقى. هبدا اول حاجه هنا الكولم ستريب، خدت فيها 3 سكاشن، اكبر 3 سكاشن فيلد ستريب، اكبر 3 سكاشن
بعد كده الفيلد ستيب والكولوم ستيب هنا خدت فيهم برضك كل واحدة فيهم أكبر 3 سكاشن، بدأت بالكولوم ستيب وبعد كده الفيلد ايه ستيب. بعد كده عملت الجدول بتاعي اللي هصمم عليه. طبعا معادلة التصميم هصمم بالسي واحد والجي، ادي القانونين بتوعي. ببدأ اعمل الجدول اللي احنا قلنا عليه. اول عمود عندنا الدايركشن لونج وشورت، كل اتجاه فيه شريحتين كولم ستريب وفيلد ستريب، كولم ستريب وفيلد ستريب. الشريحة الأولانية كولم ستريب فيها 3 سكاشن، 1 2 3، وعرضها كان 3 متر. الفيلد ستريب اللي كانت معاها اللي عرضها 3 متر كان فيها 3 سكاشن، 4 و5 و6 وهكذا. الشورت كان فيه شريحتين كولم ستريب 3 وفيلد ستريب 4، كل واحدة فيها 3 سكاشن. كل سيكشن ان اكتب المومنت بتاعه اللي قصاده من فوق من هنا، كل سيكشن اكتب المومنت اللي قصاده. يبقى كتبت المومنتات كلها. خلي بالي بقى ان المومنتات دي ما هيش على المتر الطولي، ده للعرض ده كله، يعني المومنت ده على العرض ده كله، المومنت ده على العرض ده كله. انا لما اجي اصمم انا عايز اصمم اخد المومنت على المتر الطولي بحيث اطلع التسليح في الاخر على المتر الطولي، يبقى هقسم المومنت بتاعي ده على عرض الشريحة، هقسم المومنت ده على عرض الشريحة يديني المومنت على المتر الطولي، اقسم المومنت ده على عرض الشريحة يديني المومنت على المتر الطولي، وهكذا. يبقى اقسم العمود ده كله، كل مومنت على عرض الشريحة بتاعته يديني الايه المومنت على المتر الطولي. بعد كده الدي بتاعتي كان، خلي بالي اتجاه اللونج ده اتجاه اللي هيبقى فيه الفرش، فدي الكفر بتاعي كان 3 سنتي، فدي ب22. طب اتجاه الشورت ده اتجاه الغطا، فالكفر بتاعي يبقى عبارة عن 3 سنتي زائد ايه، ازود 1 سنتي مثلا اللي هو هيبقى ايه السمك الايه، افترضت ان هو هيبقى سمك الفرش، فيبقى عندي الكفر كأنه كله 4 سنتي، فيبقى الشورت الدي بتاعي هيبقى 21 سنتي. بعد كده السي واحد اروح اقعد في القانون الدي معايا الام التيمت معايا اللي هي على المتر الطولي، خلي بالي هتبقى مضروبة في 10 في 6 لان شغال بالكيلو نيوتن متر. البي عرض 1 متر يعني 1000 ملي، والاف سي ب25. طلعت السي واحد اهي للايه لكل السكاشن. بعد كده جبت الجي من الجدول لكل السكاشن. بعد كده اعوض في القانون ده بالام التيمت اللي على المتر الطولي والفيلد والجي والدي. جبت الاي اس بالملي متر مربع ده للمتر الطولي. اختار بقى قطر، اخترت هنا اول واحد اخترت فاي 18 طلع عددهم 8 في المتر، تاني واحد اخترت 16 عددهم 6 في المتر، بعد كده فاي 12 طلع 8 في المتر، وده فاي 12 7 في المتر، ده فاي 12 طلع 5 في المتر، يبقى كل اللي اصغر من ده هياخد 5 12 على طول، ده 5 12. هننزل تحت هنا ده 530 ده 538 قريب منه، هتلاقي 5 12 ده اقل 5 12 ده 5 12. بعد كده ارجع 1570 هستخدم فاي 18 طلع 7 في المتر، وهكذا بقى. طب في الامتحان انا يعني ما عنديش وقت ان انا اعمل الجدول ده كله، مثلا كولم ستريب اخد سيكشن اكبر سيكشن واجيب له التسليح، هنا اكبر سيكشن تسليح، اكبر سيكشن تسليح، اكبر سيكشن التسليح. طب والباقي ابدا انسب بقى الباقي المومنتات بالنسبه للمومنتات حسب المومنتات بتاعي. طبعا هتيجي بقى انك تكون حليت بايدك كذا مساله فتبقى عارف الايه ازاي تنسب وازاي تطلع التسليح بتاعك قريب. عندك وقت في الامتحان مفروض يعني ايه تعمل تملى الجدول كله يعني، تمام. طب بعد ما ملينا الجدول بقى عايز ارسم التسليح بتاعي. ارسم التسليح ازاي؟ طبعا انت الاول ناخد اشتراطات التسليح، السيخ بيبدأ فين ويقف فين. نيجي هنا طبعا الرسمة دي تاخد طبعا من الكود، هو قايل هو حتى هنا كمان هو الكود المصري 8 12 شكل مش عارف ايه صفحة كذا اللي هو هنا، طبعا دي ملفات الباشمهندس اليس. اول حاجة التسليح السفلي، التسليح السفلي قلنا هنا بنعبر عنه بخط مظلل، التسليح العلوي بنعبر عنه بخط منقط. بنرسم في كل اتجاه شريحتين، بنحط التسليح في شريحة كولم ستريب والتسليح في شريحة فيلد ستريب، فبقسم بخط منقط خفيف كده بحيث ان اكتب عرض الكولم ستريب قد ايه وعرض الفيلد ستريب قد ايه، وارص واحط الحديد بتاعي في الكولم ستريب وحديد في الفيلد ستريب، والاتجاه العمودي نفس الكلام كولم وفيلد، بس ما بعملش على الشكل كله. وما انساش الايه التي اس بتاعتي في معين كده يا في داية. مهمه جدا دي. الساخ السفليه، الساخ السفليه في شريحه الكولم ستريب طبعا هتمر بالعمود، فقال لك السيخ بتاعك يعدي العمود المسافه الداخليه بتاع العمود بمسافه ال دي، والسيخ اللي جاي من الناحيه دي يعدي مسافه، والسيخ اللي جاي من الناحيه دي هيعدي من العمود من جوه من هنا مسافه ال دي. طبعا في جزء من الاستياخ مش هتمر بالعمود، هتبقى هنا ما زالت في شريحة الكولم ستريب بس مش هتمر بالعمود. قال لك خلاص يبقى تعدي محور العمود ب7.5 سنتي، والسيخ اللي جاي من الناحية دي يعدي محور العمود ب7.5 سنتي،
تمام. طبعا انت ترسم ايه واحده واحده بس، مش هتقعد ترسم الاثنين دول، فانت ترسم السيخ ويعدي الايه العمود من جوه من مسافه ال دي. ده بالنسبه للسيخ السفليه. السيخ السفليه الطرفيه برضك هيعدي من وش العمود من هنا مسافه الايه ال دي بتاعتك برجل كده. طب السيخ العلويه قال لك هتعدي هنا من وش العمود من هنا 3/10 ال ان، ومن هنا 3/10 ال ان. طبعا ال ان اللي هو الايه الاسبان بتاعك من هنا، والاسبان ده يعني بتعدي التلت الاسبان تلت الاسبان، ودي نفس الكلام التلت. طب السيخ اللي ما بينهم سمك البلاطه اكيد هيبقى اكبر من 16 سم، يبقى لازم انا اكمل الشبكه العلويه بتاعتي. هنا السيخ التسليح الرئيسي بتاعي كان تسليح سفلي، يبقى لازم انا ايه احط فوق هنا ايه تسليح علوي كده 20 كيج، هيبقى 5×10 على المتر الايه الطولي. تمام ماشي. بالنسبة للفيلد ستريب، الفيلد ستريب السيخ بتاعتك مفيش عمدان فيها أصلا، فبالتالي التسليح السفلي بتاعك هيعدي من محور العمود هنا 7.5 سنتي، وهنا 7.5 سنتي، وفي الآخر هنا أقل حاجة الطرف طالما طرفي يبقى يعدي ايه 15 سنتي. تمام تمام. بالنسبة للتسليح السيخ العلوية، السيخ العلوية هنا التسليح الرئيسي هيعدي هنا خمس الإلين خمس البحر، ومن هنا خمس البحر تقريبا يعني خمس لو 20%، وهنا نفس الكلام خمس البحر، وادي ال دي بتاعتك. طب والباقي هنا ده الشرينك جي بتاعك. تمام تمام. طبعا الاتجاه الرأسي بتاعك هو هو نفس الاتجاه الايه الافق بنفس الطريقة. طب لو انا عندي دروب بانل بقى، لو انا عندي دروب بانل اهو نفس الاشتراطات اللي احنا قلنا عليها قبل كده، بس قال لك ايه بقى الشريحة اللي هي الكولم ستريب دي هتقسم الحديد بتاعك نصين، نص هيكمل لحد العمود ونص هيقف. نص اللي هيكمل لحد العمود هيعدي وش العمود بمسافة ال دي زي ما قلنا، ومن هنا برضك مسافة ال دي. طب النص اللي هيقف هيقف لحد فين؟ قال لك عند وش الدروب بانل يخش مسافة 30 سنتي 24 الفاي، أيهما أكبر 30 سنتي 24 الفاي؟ يبقى تعمل نص يكمل لحد العمود ويعدي مسافة ال دي من وش العمود، والنص التاني يخش في الدروب بانل مسافة 30 سنتي أو 24 فاي، أيهما أكبر؟ طبعا هو قال لك أقل عدد من السياخ يبقى واصل من العمود لعمود اللي هما إيه سيخين. هناخد النص الحديد من هنا ونص من هنا ماشي. والتسليح العلوي بنفس الكلام اللي احنا قلنا عليه قبل كده. طب تسليح الدروب بانل بقى، تسليح الدروب بانل هتاخد هتبقى نص التسليح الرئيسي بتاعك، يعني ال ASD تسليح الدروب بانل هتبقى نصها. يعني لو دي مثلا 8/18 يبقى ديت تشوف قيمتها قد ايه بالمليمتر مربع وتحط نصها هنا وتختار لها القطر وتحط العدد بتاعك. تمام. قال لك السيخ بيعدي من هنا كده مسافة ال LD. تمام. يبقى الحتة دي كده بتطلع مسافة ال LD ماشي، والحتة دي قد ايه؟ قال لك 30 سنتي او 24 فاي، يعني السيخ ده بينتيني مسافة ال LD زائد 30 سنتي او 24 فاي، ايهما اكبر؟ ماشي. اهم حاجه ان قيمه التسليح ديت دي نص التسليح الرئيسي. طب الفيلد ستريب دي، الفيلد ستريب بعديها خالص زي الايه اللي فات، والاتجاه الرأسي زي الاتجاه الافقي، وتسليح الدروب بانل في الاتجاه الرأسي هيبقى نص تسليح الايه الاتجاه الرأسي بتاعك. تمام. تعال نطبق الكلام ده بقى على المساله بتاعتنا. ادي عدله المساله 7 7 7، ودي 6 6 6. ادي شريحة كولم ستريب عرضها 3 متر، وشريحة فيلد ستريب عرضها 3 متر، واتجاه الرأس ادي شريحة كولم ستريب عرضها 3 متر، وشريحة فيلد ستريب عرضها 4 متر. اول حاجة سمك السافي بتاعي كان 25 سنتي، ابدأ احط التسليح. تحط التسليح بناء على ايه؟ بناء على القطاعات اللي انت طلعتها هنا، اللي انت طلعتها في الجدول دي في السكاشن 1 2 3 4 5 لحد 12. السكاشن دي موجودة في ناحية، موجودة على شرايح انت واخدها قبل كده اهي، دي الشرايح دي، ومحدد كل سيكشن مكانه في حته، فبالتالي عارف كل تسليح طالع في حته. فدي الكولم ستريب للشريحه في الاتجاه ده. ادي السيخ السفلي بتاعي عديت وش العمود من هنا مسافه ال LD، وادي نفس الكلام. ادي السيخ ده كان في السيكشن التسليح بتاعه كان طالع 6 16 على المتر الطولي، 8 18 على المتر، خلي بالنا على المتر الطولي دي مهمه، ست الناس ما تنساهاش. وهنا كان 6 16 على المتر الطولي، ده شكل ده. تسليح العلوي هنا كان طالع 8 18 على المتر الطولي، وادي 8 18 على المتر الطولي. تسليح الطرف هنا 8 12، وهنا كان 8 12. طب هنا بقى ده الشرينكج 5 10 5 10 5 10 على المتر الطولي. يبقى كده ادي شريحة الكولم ستريب. شريحة الفيلد ستريب برضك احط تسليح سفلي اهو، بيعدي المفروض يعدي وش العمود 7.5 سنتي، 7.5 سنتي، يعدي المحور 7.5 سنتي 7.5 سنتي.
بعد كده تسليح الطرف هنا كان 5 12، هنا تسليح العلوي 7 12، هنا 7 12، هنا 5 12. طب والباقي ده بقى ده الشرينكج 5 10 5 10 5 10. يبقى دي الفيلد ستريب ودي الكولم ستريب. طب وادي الكولم ستريب وادي الفيلد ستريب في الاتجاه ده، نفس الطريقه اللي احنا عملناها في الاتجاه ده هتعملها في الاتجاه ده برضه، تسليح السفلي وتسليح علوي، سفلي وعلو، تمام. وخلي بالي بقى ان احنا بنبص من تحت لفوق من اليمين للشمال، ماشي يا جماعه؟ ماشي كده طبعا خلصنا المثال بتاعنا. طبعا انت بترسم بقى الايه، المفروض ترسم التسليح بتاع توزيعات الكنات دي، يعني عمود وسطي وعمود ايدج وعمود كورنر، تمام. تمام خش بقى في ايه، حاجه جديده، المارجنال بيم. ايه المارجنال بيم دي؟ زي ما قلنا ان هي قمره طرفيه، قمره اضافيه بحطها على حدود البلاطه دي، قمره خارجيه كده بتحط البلاطه من الخارج، وممكن استغنى عنها زي في المثال اللي فات ده ما كناش حاطينها. طب يعني ايه فايده القمره دي، انا بستخدمها ليه اصلا؟ قال لك اول حاجه بتحزم المبنى للمقاومه الرياح والزلازل، فلات سلاب ضعيفه في مقاومه الرياح والزلازل، فبستخدم القمره دي عشان تقوي قدره الايه، المبنى بتاعي على ايه، المقاومه الرياح والزلازل. تاني حاجه بتقوي اطراف البلاطه. تالت حاجه بتشيل حوائط الواجهه، حوائط الواجهه بتبقى غالبا او على طوبه، فبحط الايه، القمره دي عشان تشيل حوائط الايه، الواجهه. طب القمرة دي عشان تبقى قمرة وتشيل هي البلاطة، البلاطة مش ما تبقاش هي اللي شايلاها، لازم لها اشتراطات. ايه هي الاشتراطات؟ قال لك اول حاجة ان التي اكبر من او تساوي 3 TS، ان سمك البلاطة بتاعتك اكبر من 3 امثال سمك، سمك القمر اكبر من او تساوي 3 امثال سمك البلاطة. تاني حاجة ان البي، البي مينيموم هي القمة الاكبر من 3/4 TS و10 سنتي والزمان على 40، القمة الكبيرة من دول هي البي مينيموم بتاعتك. حققت الشرطين دول تلاقي القمرة بتاعتك الستيفنس بتاعتها تبقى كبيرة بحيث ان هي تبقى شايلة الايه، البلاط. طب تأثير وجود المارجنال بيم ده ايه في المسألة بقى؟ يعني اول حاجة لما تيجي تعمل تشيك بانش، يجي يطلب منك تشيك بانشنج على اعمدة طرفية زي دي كده، وفي قمرة عندك مفيش بانش هنا اصلا، يبقى اللي يروح يعمل بانش هنا يبقى مستعبط، مفيش، طالما في قمرة يبقى مفيش بانش على طول، فبالتالي مفيش بنش على الاعمده دي، مش هيحصل بنش اصلا في الاعمده دي، وبالتالي مش هعمل تشيك اصلا. تاني تاثير عندي، عندي توزيع الام نود، مش احنا قلنا ان قيمه القيمه الطرفيه للمومنت ده، القيمه دي كانت بتختلف هل في مارجنال بيم ولا مفيش مارجنال بيم، ده تاني تاثير على وجود المارجنال بيم. تالت حاجه عند تواجدها تسليح الكولم ستريب الطرفيه، كولم ستريب الطرفيه اللي هنا دي والكولم ستريب الطرفيه اللي هنا دي، التسليح هيبقى عامل ازاي؟ والله زي ما قلنا لو في مارجنال بيم يبقى تسليح الكولم ستريب الطرفيه دي هيبقى نص تسليح الكولم ستريب الداخليه. طب لو مفيش مارجنال بيم يبقى تسليح الكولم ستريب الطرفيه هيساوي نفس تسليح الكولم ستريب الايه، الداخليه. ده تاثير وجود الايه، المارجنال بيم على الحل بتاعي. طب هصممها ازاي المارجنال بيم دي؟ اول حاجه اجيب اللودز اللي عليها الاول، اللودز ادي القمره اهيت وليكن القمره بي ديت شايله ايه، اول حاجه الاون ويت وزنها، تاني حاجه الوول الحيطه اللي عليها، زائد الدبليو اس التيميت شايله قد ايه من البلاطه، شايله ربع الباكيه اللي جنبها، يبقى دبليو اس التيميت في ربع الا على 2، يبقى القمره بي دي شايله ربع الباكيه اللي جنبها، يبقى ده الحمل اللي شايله الايه، الحمل الراسي اللي شايله القمره. اقدر من خلال الحمل الراسي ده اجيب المومنت واجيب الشير، تمام. تمام طب شايل ايه تاني القمره دي؟ مش في مومنتات طرفيه حاسبينها هنا اهي، المومنتات دي، طب المومنتات دي هتروح فين؟ ما هتروح على القمره دي، هتعمل ايه عليها؟ هتعمل عليها طرش، ادي الطرش اهو، قيمته قد ايه؟ عند الكولم ستريب كان 2 من 10 ام نود، عند الفيلد ستريب كان 1 من 10 ام نود، عند الكولم ستريب 2 من 10 ام نود، وهكذا. فالقمرة عليها تورشن مختلف، الأماكن بتاعتها مختلفة، فهاخد قيمة افريج للقيمة دي كلها على القمرة كلها عشان تسهل عليا الحل. قيمتها قد ايه بقى الام تورشن اللي على القمرة كلها؟ 3 من 10 الام نود على ال على الاسبان بتاعك، يديك قيمة الايه، الام اللي هنا. من الام دي زي ما نعرف بعد كده في درس التورشن ان شاء الله، اقدر اجيب الام تي اللي هصمم ايه عليها. طب اصمم القمرة بقى الاول، بالنسبة للتسليح الرئيسي بتاعي هيبقى جاي من البندنج مومنت، بعد كده الكنات هتيجي من الشير والتورشن، وانا الكنات بتاعتي زي ما قلنا هتيجي من الشير والتورشن. طبعا التورشن هيساهم في جزء من التسليح الرئيسي بتاعي زي ما نيجي ندرس التورشن يعني ان شاء الله. فبالتالي القمه دي هتصمم على بيندنج مومنت وشير وتورشن، تمام. وعرفنا ازاي نحسب البيندنج مومنت وازاي نحسب الشير
وازاي نجيب التوشن بتاعنا اللي من خلاله نحسب التوشن اللي هنصمم بيه. تمام، في مشكلة في المارجنال بيم؟ ممكن ما فيش مشكلة واضحة. طب لو في عندي كانتليفر بقى، لو البلاطة بتاعتي فيها كانتليفر زي ده كده، كانتليفر اهوت مسافة ال ال سي، تأثير الكانتليفر ده هيبقى ازاي؟ اول حاجة لما تيجي تعمل تشيك على البنش لعمود زي ده، مبقاش عمود طرفي بقى، مبقاش عمود طرفي، لا هيبقى شايل قد ايه؟ هيبقى شايل تنصف المسافة من فوق ومن تحت، ومن الناحية دي هتنصف المسافة، طب ومن الناحية دي لا، هيبقى شايل المسافة دي كلها، يبقى شايل مساحة حواليه كده. وفي الحالة دي هيبقى عمود داخلي مش هيبقى عمود طرفي، يعني البيتا بتاعتك 1.15 مش 1.3. تمام ماشي. تاني حاجة، المومنت بتاع الكانتيليفر معروف ان المومنت ده بيقص التيمت في التربيع على 2، ده هيبقى للمتر الطولي. بس انا لما كنت بدات اخد الشرايح بتاعه الكولم ستريب والفيلد ستريب وارسم لها المومنت، كان بيبقى المومنت بتاعي لعرض الشريحه بالكامل، فبالتالي انا محتاج ان انا اطلع المومنت بتاعي لعرض الشريحه بالكامل، عشان لما اجي ارسم هنا الشريحه دي كده، لما اجي ارسمها هيبقى طالع هنا كده جزء الكانتليفر، وارسم المومنت بتاع الكانتليفر، وعشان احط المومنت بتاع الكانتليفر وادمجه مع دول يبقى لازم يبقى ما يبقاش على المتر الطولي، لازم يبقى لعرض الشريحه زي دول كده. فاعمل ايه؟ اضرب في عرض الشريحه، يبقى المومنت بتاعي هنا اللي هو المومنت كانتليفر اضربه في عرض الكولم ستريب يديك المومنت بتاعك لعرض الكولم ستريب، وهنا اضربه في عرض الفيلد ستريب الحقيقي العرض الحقيقي يديك عرض الايه، يديك المومنت لعرض الفيلد ستريب، وتدمجه مع الشرايح اللي انت عاملها فوق. اي نعم انا في الاخر هرجع تاني ارجعه للمتر الطولي عشان اطلع تسليح للمتر الطولي، بس انا بعمل الكلام ده عشان لما اجي ارسم الشرايح المومنت احطه بالقيمه الحقيقيه بتاعته لعرض الشريحه بالكامل. تمام. اخلي بالي بقى من حاجه، احنا لما جينا هنا عملنا تصحيح للشرايح بتاع الكولم ستريب والفيلد ستريب لما كان عرضها ايه مش متساوي. تمام، عملنا لها تصحيح هنا اهو عن طريق الموديفيكيشن فاكتور. لو انا عندي كانتليفر هنا المومنت بتاعه ما بعملوش تصحيح، ما بضربوش في الموديفيكيشن فاكتور، بيتني زي ما هو بدون تصحيح. تمام، يبقى في لما يبقى عندك كانتليفر لا يتم تصحيح الام كانتليفر عندما لا يتساوي عرض الكولم ستريب مع الفيلد ستريب. بخلي بالك من الحته دي، لما يبقى عندك كانتليفر وموجود في اتجاه الكولم ستريب ما بتساويش الفيلد ستريب، مش هتعمل تصحيح للمومنت بتاع الايه الكانتليفر. تمام، لان هو كده كده هو جزء محدد استاتيكيا، وانا حسبته ضربته في عرض الشريحه بتاعتي اداني الايه المومنت لعرض الشريحه، خلاص خلصت. تصحيح الكانتليفر معروف اللي هو عباره عن شوكه، حته الجزء السفلي للي سي والجزء العلوي ده بيعدي الناحيه التانيه مسافه 1.5 للايه كانتليفر بتاعي. يعني شوكه زي دي كده، يعني كانتليفر زي ده الشوكه جايه كده وبعدين تعدي الناحيه التانيه كده مسافه 1.5 للي سي. طب التسليح العمودي على الشوكه اللي هو التسليح هيبقى في الاتجاه ده الاتجاه الرأسي اللي هو التسليح هنا قيمته قد ايه؟ والله عندك قالك عندك حالتين اتنين. الحاله الاولانيه في حاله وجود مارجنال بيم، يعني صف الاعمده ده كده عليه قمر، الصف ده كده عليه قمر، في الحالة دي بتتعامل مع البلاطة دي على انها سوليد سلاب. تمام، والمومنت بتاعك ده بيقل تربيع على 2 عادي خالص، ومش هتضرب بقى في عرض الشريح لان اصلا البلاطة دي سوليد سلاب، وتجيب التسليح بتاعك عادي خالص الشوكة. والتسليح العمودي هنا هيبقى عبارة عن 5×10 على المتر الطولي فوق وتحت، اللي هو التسليح عادي خالص اللي خدناه في مثال السوليد سلاب ده من الناحية دي. طب من الناحية التانية التسليح اللي في الاتجاه ده اللي هي للكولم، تعتبر للكولم ستريب الطرفية اللي هي الحتة اللي هنا اللي جنب الكاميرا من الناحية دي. في الحالة دي، في حالة زي ما قلنا دي في مارجنال بيم هنا في كاميرا هنا، في الحالة دي هتبقى تسليحها نص تسليح الكولم ستريب الداخلية. يبقى التسليح بجوار الكاميرا هيبقى نص تسليح الكولم ستريب الداخلية من الناحية دي. طب التسليح في الكانتيليفر هنا العمودي على الشوكة هيبقى 5×10 على المتر الطولي فوق وتحت. طب لو مفيش كاميرا أصلا، مفيش مارجنال بيم هنا، يبقى التسليح العمودي على الشوكه هيبقى كله عباره عن تسليح كولم ستريب الداخليه، التسليح اللي انت جبته الكولم ستريب الداخليه دي هيبقى هو كله هو التسليح العمودي هنا. تمام، يبقى خلي بالك لما يبقى في كاميرا ولا مفيش كاميرا. تمام، ده بالنسبه لايه للكانتليفر وتاثير الكانتليفر. الفويدز بقى، الفتحات في الفلات سلاب، فتحات في الفلات سلاب الكود يديك اشتراطات لعمل الفتحات في الفلات سلاب. أبعاد الفتحات بيختلف على حسب مكان الفتحة. والله لو مكان الفتحة في تقاطع فيلد ستريب مع فيلد ستريب هيبقى غير تقاطع فيلد ستريب مع كولم ستريب غير تقاطع كولم ستريب مع كولم ستريب. كل ما كان في كولم ستريب كل ما عرض الفتحة بيقل، لأن كل ما يبقى في كولم ستريب كل ما المومنت بيزيد.
فعشان كده هنلاقي ان تقاطع كولوم ستريب مع كولوم ستريب اقل ابعاد للفتحه، وتقاطع فيلد ستريب مع فيلد ستريب اللي فيه اكبر ابعاد للفتحه. قال لك في تقاطع فيلد ستريب مع فيلد ستريب اقصى بعد للفتحه في الاتجاه ده 4 من 10 إلا 1، وفي الاتجاه ده 4 من 10 إلا 2. تمام، 4 من 10 إلا 1، 4 من 10 إلا 2، ده اقصى ابعاد مسموح لك فيها. طب تقاطع كولم ستريب مع فيلد ستريب، ادي كولم ستريب وادي فيلد ستريب اللي هي الفتحه دي. قال لك في الاتجاه الافقي ده بعد الفتحه هيبقى ما يزيدش عن ربع عرض الفيلد ستريب، لان هو هنا البعد ده كده موجود مع الفيلد ستريب، العرض ده موجود مع عرض الفيلد ستريب، يبقى ربع عرض الايه الفيلد ستريب. طب الاتجاه الرأسي موازي لعرض الكولم ستريب، يبقى ما يزيدش عن ربع عرض الكولم ستريب اهو، يبقى ات كولم ستريب لا يزيد عن ربع الكولم ستريب، وهنا لا يزيد عن ربع الفيلد ستريب، يعني البعد الموازي لعرض الفيلد ستريب لا يزيد عن ربع الفيلد عرض الفيلد ستريب، والبعد الموازي لعرض الكولم ستريب بيبقى لا يزيد عن ربع عرض الكولم ستريب. طب بالنسبه لي تقاطع كولم ستريب مع كولم ستريب، ادي كولم ستريب مع كولم ستريب، ابعاد الفتحه بتاعتك في الاتجاه الافقي يبقى ما تزيدش عن 5 من 100 إلا 1 اللي هو الافقي هنا، وفي الاتجاه الرأسي لا تزيد عن 5 من 100 إلا 2، يبقى دي ابعاد الفتحه بتاعتك، دي اقصى ابعاد عندك الكود قال لك عليها. تمام، طبعا ان شاء الله في المرات الجايه هنعرف تقسيم الفتحات ايه بقى على البنش، وتقسيم الفتحات في التسليح، وهناخد مسائل بقى فيها مارجنال بيم، ومسائل فيها كانتليفر، ونعرف المومنتات اللي بتتنقل للعمدة عاملة ازاي وازاي نحسبها. تمام.